يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي درس بسيط جدا وسهل جدا. تمام، السنة دي الماس عندنا حاجة جميلة جدا وما فيهاش أي نوع من أنواع التعقيد، كل حاجة إن شاء الله هتبقى سهلة. تمام. أول حاجة هناخدها حاجة اسمها set of rational numbers. set of rational numbers. تمام، set of rational numbers دي الرمز بتاعها كيو. بس قبل ما نبتدي بالset of rational numbers محتاجين ان احنا نفتكر شوية حاجات من اللي احنا اخدناها قبل كده. في حاجة عندي اسمها ال counting numbers، set of counting numbers، كنا الرمز بتاعها كان السي. ايه هي set of counting numbers؟ انا لما باجي اعد اي حاجة ببتدي من 1 2 3 4 5، يبقى هي دي اسمها ايه؟ ال counting numbers، ان انا بعد بيها، يبقى 1 2 3 4 and so on. تمام. بعد كده عندي حاجة اسمها ال natural numbers. ال natural numbers، تمام، ال natural numbers هي عبارة عن ال numbers اللي هي ال counting numbers عادي، بزود عليها بس الزيرو، يبقى زيرو 1 و2 و3 and so on. يبقى أنا أخدت ال counting numbers وال natural numbers. أخدت بعد كده ما كبرنا شوية ال z اللي هي إيه؟ ال integers. ال integers عرفنا أيامها إن في حاجة اسمها ال positive numbers وال negative numbers، والزيرو كان في النص بينهم. يبقى الزيرو في هنا 1 2 3 and so on، وهنا negative 1 و negative 2 and so on. وقفنا لغاية هنا وما أخدناش أي حاجة، أخدنا counting natural integers. بعد كده قالوا لنا لأ إحنا كبرنا بقى، فهناخد حاجة أكبر من ال integers، حاجة اسمها rational numbers. ال rational numbers اللي هي q. ال q دي عبارة عن إيه؟ ال q دي من الآخر كده هي عبارة عن أي رقم بيتكتب as a fraction. يبقى Q دي عبارة عن Q any number can be written as a fraction A over B. تمام؟ بس بيقول لي عشان ال rational numbers دي تبقى تمام لازم اخد بالي من شرط مهم جدا. ايه الشرط ده؟ بيقول لي ان الدينومينيتور تحت not equal zero. اي دينومينيتور تحت ما ينفعش اخليه equal zero. تمام؟ ساعتها اقول ان ده rational numbers. تعال ناخد examples كده على rational numbers. مثلا أنا عندي 1 over 2، ده يعتبر rational number ولا لأ؟ يعتبر rational numbers. تمام. طيب negative 5 over 8 rational numbers ولا لأ؟ لأ. rational number. rational number، جميل. وعندي 0.7، هل ده يعتبر rational number هو كمان ولا لأ؟ أيوه. إيش معنى؟ عشان هو أقدر أكتبه تمام، برافو عليك، إن أنا أقدر أكتبه ده، ما أقدر أكتبه as a fraction، يبقى ده على طول rational number. طيب 15% ده كمان يعتبر rational number. تمام. طيب
خليكم معايا دقيقة واحدة بس، ثواني. ال 15% برضو أنا أقدر أكتبها إن هي 15 over 100، يبقى دي كمان rational number. تمام، يبقى أي rational number عندي، أي number عندي أقدر أكتبه as a fraction يبقى rational number. طيب ال 2 تعتبر rational number ولا لا؟ تعتبر rational. ليه؟ طيب إن هي في الزد وكيو أكبر من الزد، لا هي مش عشان كده كمان، عشان احنا قلنا اي هول نمبر اخدنا قبل كده ان الدينيمينيتور بتاعه ب 1، يبقى اي رقم مكتوب عندي ما فيهوش ولا بوينت ولا فراكشن انا اقدر احطه as a fraction ان الدينيمينيتور بتاعه بكام؟ ب 1، يبقى تعتبر تمام، تبقى تعتبر ايه؟ rational number. تمام. طيب ساعات بقى بيجي يغلس عليا ويقول لي ايه، ويقول لي هل ال x over x minus 3 تمام ممكن تبقى rational number؟ اقدر اقول له اه ينفع تبقى rational number. طيب بس على شرط واحد، ان الدينيمينيتور يبقى not equal كام؟ x ما تكونش 3. تمام، برافو عليك. يبقى ال x not equal 3. ليه not equal 3؟ عشان ما يدينيش الدينيمينيتور يبقى زيرو. تمام، ها في حد عايز يسأل على حاجة؟ يا مس. نعم. بص انا لسه حاضر دلوقتي، ينفع تشرحها تاني؟ تمام، هنشرحها بسرعة فين. حاضر، شكرا. عفوا. دلوقتي احنا قلنا ايه من الاول سريعا كده؟ قلنا رجعنا على حاجات اخدناها قبل كده اللي هي الكاونتنج نمبر اللي هي 1 و2 و3، اما باجي اعد اي حاجه ببتدي ب 1 2 3 4. تمام، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها كاونتنج نمبرز. طيب بعد كده قلنا في حاجه عندي اكبر شويه اسمها ناتشرال نمبرز، بتبتدي من الزيرو مع الكاونتنج نمبرز عادي، يبقى هي هيها الكاونتنج بس زودت عليها ايه؟ الزيرو. بعد كده اما كبرنا شويه زادت الست عندي بقى اسمها ايه؟ انتجر نمبرز. عرفنا في الانتجرز ان في حاجه اسمها بوزيتيف نمبرز ونيجاتيف نمبرز وبينهم الزيرو، تمام، اللي هي الزد. السنه دي بقى قالوا لا احنا هناخد بقى حاجه اكبر من كل دول، حاجة اسمها الراشونال نمبرز. الراشونال نمبرز دي تمام هي الأم بتاعت السيتس اللي احنا أخدناها دي. طيب هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن any number can be written as a fraction، as a fraction اللي هي a over b. أنا قلت ال a دي أي رقم وال b دي أي رقم، بس لازم عشان يكون rational number لازم ليه شرط واحد بس، ان الدينيمينيتور not equal zero، denominator not equal zero. واخدنا شوية examples اللي هي 1 over 2 بQ، Q دي اللي هي السيمبل بتاع rational number، ونيجاتيف 5 over 8 قلنا ان هي دي كمان rational number، وال 0.7 بدل ما اقدر اكتبها as a fraction هي 7 over 10 يبقى دي rational number. ال 15% بدل في علامة percent دي اقدر احط الرقم ده واعمل له divide 100، تمام، يبقى ده as a fraction يبقى rational. وقلنا لو انا عندي whole number زي 3 مثلا، انا بدل ما عندي whole number اعرف ان الدينيمينيتور عنده تحت ب 1، يبقى ده كمان rational number. تمام، في ملحوظة صغيرة كده لو انتوا عارفينها تمام، واللي مش عارفها ياخد باله منها. لو انا عندي رقم زي ده 2.03، الرقم ده اقدر اكتبه as a fraction. بعمله ازاي؟ هكتب الرقم ده زي ما هو
يبقى 203. واعمل علامة الفراكشن، اجي تحت اكتب 1، ها يا اما اكتبها بقى 10 او 100 او 1000. اعرف منين؟ اجي من عند البوينت دي اعد كم رقم بعديها، ادي 1 2 يبقى احط 2 zeros يبقى 100. لو كان رقم واحد يبقى احط 0 واحده يبقى 10. لو ثلاث ارقام يبقى 3 zeros. تمام. قلنا كمان ان ممكن ساعات بيغلس عليا ويجيب لي حاجه زي كده، يقول لي x over x minus 3. هل ده ينفع يبقى rational number؟ قلنا اه ينفع، بس لازم احط له شرط معين. ايه الشرط ده؟ ان الx not equal 3. ليه not equal 3؟ عشان لو انا حطيتها 3 هتبقى 3 minus 3 هيبقى الدينيميناتور بقى بزير، ساعتها مش هينفع يبقى راشنال. يبقى لازم اقول له ان الحاجه اللي هو مديها لي دي هقول له ان هي belong to q. تمام. but الx not equal 3. ان نخلي بالي ان الx ما ينفعش ان هي تبقى equal 3. ليه ما ينفعش؟ عشان الدينيميناتور ما يبقاش بزير. تمام. ها لغاية دلوقتي في حد مش فاهم اي حاجة؟ ها شباب؟ لا شكرا يا مس. لا فاهمين يا مس. تمام. نكمل. تعالوا كده ناخد شوية examples كده بالترتيب. تمام. جانا وبعدين أسامة، صح معايا؟ أسامة موجود ولا لأ؟ اللي موجودين كده كل واحد يمليني اسمه عشان إيه كل واحد يحل مسألة. رغد أيمن. جانا. جانا أحمد. وأنا فارس. وفارس بس كده؟ لا مش وأنا طه حسين. تقع؟ ماشي يا تقع. تمام. يبقى أنا رغد وجانا وفارس وتقع. تمام كده؟ أيوه تمام. تمام. طيب بس لو سمحتي في اتنين جانا، أنا ولا هي؟ أنتوا اتنين جانا؟ تمام. طب واحدة فيكم تقولي جانا إيه؟ أنا جانا أحمد. جانا سعيد. جانا أحمد وجانا السعيد. تمام. خلاص أوكي. ناخد example كده معايا، بيقول لي ايه؟ show why each of the following is a rational number. بيقول لي ايه؟ وريني ايه اللي جاي ده؟ هل هم rational؟ ليه هم rational numbers؟ خلاص. اول واحده 1 و 2 over 3. يلا يا جنى السن. because it's a fraction. طب اكتبيها لي as a fraction. اما يقول لي why بيقول لك يعني فيما معناه ان انت اكتبيها لي as a fraction. اكتبيها لي as a fraction بتبقى بتساوي كام؟ تعرفي تحولي الميكسد لفراكشن ولا لا؟ ايوه عارفه. نقوم عاملين 1 باي 3 بعدين بلس 2. تمام. 1 باي 3 ايكوال 1 باي 3 ايكوال 3 بلس 2 ايكوال 5 5 اوفر 3. يبقى 5 اوفر 3. بس ساعتها هقول له ان هي belong to Q. تمام برافو عليك. 3.651. رغد. اوكي هيكون هنكتبها 3651 over 1000. over 1000 كمان. تمام. يبقى دي كمان belong to Q. جميل. طيب negative 51. يلا يا فارس. ها فراكشن ده يتكتب ازاي؟
فارس. نمت ولا ايه يا فارس؟ طيب تقى. أمي 51. الفراكشن ده اقدر اكتبه ازاي؟ سهل اوي. هعمل 51 over 1. برافو عليك، 51 over 1 يبقى ده as a fraction و belong to Q. تمام. طيب 30%. جانا أحمد 30 over 100 فتبقى belong to Q. برافو عليك. فارس جا ولا لسه؟ تمام. 102%. هكتبها برضو 102 over 100 belong to Q. تمام. ها لغاية دلوقتي في أي مشكلة ولا كله تمام؟ كله تمام. تمام. سؤال تاني، example تاني، بيقول لي if x is an integer write the required condition to make each of the following a rational number. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس اللي انت هتلاقيها في المساله دي عباره عن integer number، بس لازم هيبقى فيه شرط معين عشان أقدر أقول إن النمبر ده كمان rational number. 3 over 2x. جانا السيد، أقدر أعمل إيه الكونديشن بتاعي؟ x لازم ما تبقاش equal، x not equal 0. 0، برافو عليك. لازم ال x not equal 0. تمام. 7 over x minus 4. رغد 7 ال x not equal to 4. برافو، صح. يبقى ال x not equal 4، لأن لو هي بقت 4 هلاقي الدينومينيتور عندي بقى 0، يبقى ال x لازم تبقى not equal 4. تمام. طيب لو قلنا مثلا 4x over 3x minus 9، دي غلسة شوية، دي أنا هحلها عشان أما أديها بعد كده أنتوا تعرفوا تحلوا. أما ألاقي حاجة زي كده أعمل إيه؟ هاجي كده على جنب أقول له 3x minus 9، اللي هو الدينومينيتور هاخده كله على بعضه، مش هسيب حاجة تحت، هاخدها كلها على بعض. تمام؟ وأعملها equal 0. تمام؟ عشان ليه أنا عملتها equal 0؟ أنا عايز أعرف قيمة الـ x اللي هتخلي الدينومينيتور 0، عشان أقول له إيه؟ أنا مش عايزاها. تمام. فاجي هنا هودي الناين دي الناحية التانية هتبقى بالبوزيتيف، يبقى 3x equal 9. وبعد كده هعمل divide 3 عشان اجيب الاكس لوحدها، واعمل هنا divide 3، دي راحت مع دي هيبقى الاكس equal 3. يبقى انا عرفت قيمة الاكس اللي تخلي لي denominator 0. ساعتها هقول له الكونديشن بتاعي ايه؟ ان الاكس not equal 3.
اتفهمت ولا صعبة؟ سهل فهمت. فهمت جميل. طيب أما أجي أقول 5x over 2x minus 8، تقى تعرفي تحليها معايا؟ يلا. أي مس كويس، هطلع المعادلة اللي تحت دي أطلعها بره. تمام، هقول إن هي بتساوي إيه؟ زيرو. تمام، وبعدين؟ أهو الإيد هطلعها بالبوستيف. تمام، 2x equal 2x equal 8 عليها 2، اعمل divide 2. تمام، و divide 2 يبقى x equal 4. يبقى ال condition بتاعي ايه؟ x not equal 4. not equal 4. تمام، برافو عليك، شطورة. تمام يا تقى. طيب 2x over 5x minus 25. جانا أحمد صح؟ ما جاوبتش معايا؟ نعمل 5x negative 25 هتبقى equal 0. تمام، 25 negative هتروح في positive يبقى تبقى positive 25. تمام، 25 over 5 في 25 over 5 تطلع الـ x equal 5. تمام جميل. ساعتها هقول ان الـ condition بتاعي عشان ده يبقى rational الـ x x not equal الـ 5. not equal الـ 5، برافو عليك. تمام، ناخد بعد كده حاجة صغيرة خالص كده، ايه وبسيطة. ثانية واحدة، انتوا معاكوا الكالكوليتر ولا لأ؟ ايوه انا معايا. بصوا تمام، دلوقتي انا مثلا ممكن يجيب لي في الامتحان حاجه بسيطه قوي احنا اخدناها قبل كده. لو جاب لي مثلا بيقول لي 7.3، عايز يخلي لي النمبر ده as a percentage، عايز يخليها لي as a percentage، او 25 over 100 عايزها برضو as a percentage، او 2 over 4 عايزها as a percentage. بعمل ايه؟ باجي على الكالكوليتر بتاعتي خلاص، واجي كده اقول لو انا هعمل اللي فوق دي 7.3، عشان اخلي اي رقم اقدر ان انا احوله لبرسنتج، تمام، لازم اعمل ايه؟ بعمل له ها divide 100، صح ولا لأ؟ صح. تمام، يبقى ما يديني حاجة زي كده وعايزني أحولها as a percentage هيبقى بكام الناتج بتاعي؟ 0.073%. تمام؟ طيب تعالوا نحل حاجة تانية. لو قال لي مثلا مديني fraction مثلا هنقول 2 over 5 مثلا، حاجة زي كده. تمام، عايز نحولها as a percentage
بنعمل لها divide ولا multiply المفروض؟ المفروض multiply 100 ولا divide 100 عشان احول ل percentage، اي رقم ل percentage؟ مين يعرف؟ انا يا ميس. ها هعملها باي 100. ايوه، يبقى انا المساله اللي انا قلت لكم عليها اللي فاتت كانت غلط، ومحدش قال لي ان هي غلط، صح ولا لا؟ صح. تمام. طيب ركزوا معايا كده بقى، ايه عشان ما نتشتتش مع بعض. دلوقتي اما انا يبقى عندي اي رقم، اي رقم سواء ده او ده او ده، وبيقول لي ان هو عايز يحول any number من number عادي، عايز نخليه percentage، بعمل له multiply 100. بس لو هو مديني percentage وعايزني احولها لنمبر، تمام، بعمل ايه؟ بعمل divide 100. تمام يا بنات؟ تمام. تمام يا ميس. تمام. آخر حاجة بقى، حاجة جديدة كده إحنا أول مرة ناخدها، في عندي الـ decimal numbers، تمام؟ بتتقسم لحاجتين. الـ decimal numbers بتتقسم لحاجتين، حاجة اسمها terminating decimal، وحاجة اسمها repeating decimal. terminating decimal و repeating decimal. تعالوا كده ناخد الكالكوليتر بتاعتنا ونفهم مع بعض ايه الفرق. لو انا جيت كده قلت 2 divide 4، اداني كام؟ اداني 1 over 2، صح؟ اجي عند الحرف الزرار ده اللي هو مكتوب عليه SD، عشان انا عايزة اشوف الديسيمال نمبر شكله ايه، لقيته بيتكون من رقم واحد، خلاص 0.5. طيب لو انا جيت مثلا عندي وعملت 25 over 100 equal، واجي هنا برضو اعمل عايز اشوف الديسمال بتاعي، لقيته بيتكون من رقمين اتنين ومش متكررين، ساعتها هقول ان ده اسمه ايه؟ terminating decimal. يعني ايه؟ يعني بيتكون من رقم بسيط ما فيهوش تكرار، ما بيتكررش كتير، او 0.125 او 0.5 او 0.3125 كده، خلاص. طيب repeating decimal بقى بيختلف عنه في ايه؟ اجي انا مثلا كده واقول لكم انا عايزه 2 over 3، خلاص، واجي اعمل SD، شايفين هي مكتوبه ازاي؟ 0.6 وفوقيها شرطه. طب ليه هو عملها لي كده؟ تعالى عشان مكملين، هنفيد اكتر من 6 على بعض. برافو. تعالى نعملها في الكالكوليتر العادية كده، ها 2 divide 3، ما نيجي نعملها نلاقي 0.6666 كتيرة جدا، متكررة كتيرة، فعشان كده هي اسمها ايه؟ repeating، يعني 0.666 مش هخلص وانا بقعد اكتب. هو قال لي انت ممكن نختصرها ونكتبها كده 0. واشوف الرقم اللي بيتكرر وهكتبه مرة واحدة واحط فوقيه نقطة، تمام؟ في رقم تاني هلاقي مثلا نعمل 2 divide 11، لقيت 18 18 18، يعني في رقمين بيتكرروا، هي 2 over 11 0.18 18 18، يبقى ال 1 وال 8 اتكرروا، هاجي احط بوينت هنا واجي احط بوينت هنا، يبقى اعرف لما الاقي رقم ديسيمال، تمام، وفوقيه بوينت فوق
اعرف ان الرقم ده ايه بيتكرر. تمام، هل في حاجه مش مفهومه لغايه دلوقتي؟ لا. طيب كده احنا خلصنا الدرس الاولاني من منهج اولى اعدادي، ايه رايكم بقى؟ هل في حاجه صعبه؟ نوميس. لا. تمام، جميل جدا. ان شاء الله باذن الله كده احنا خلصنا حصه النهارده. الهوم ورك اللي هيتبعت بعد كده يتبعت لي قبل الحصه بمده يعني وقت كويس عشان نصححه، بحيث ما ياخدش بعد كده من وقت حصتنا اي حاجه. تمام؟ تمام يا مس. تمام يا جماعه، ماشي يا بنات، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. مش فين رقم حضرتك؟ نعم؟ ما معيش رقم حضرتك. أبعده فين يعني؟ ما هي الإدارية هتتعامل معاكم، وهنعمل جروب بقى للناس اللي هتشتغل معانا إن شاء الله. تمام؟ تمام. ماشي يا جميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.